المزيد ينضم إلينا عبر سكايب من روما دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور أهلا بك إلى هذه النشرة. بداية، ونحن ننظر إلى تصريحات منظمة الصحة العالمية، حذرت من أن وتيرة انتقال العدوى في أوروبا قد تؤدي إلى 500,000 حالة وفاة بحلول فبراير. هل السلالة AY4.2 هي السبب، أم أن هناك سلالات جديدة، أم أن فقط الثلاثة عوامل التي ذكرتها منظمة الصحة هي السبب؟ السلام عليكم. بالنسبة لتصريحات منظمة الصحة العالمية، الأسباب اللي ذكرتها مضبوطة. ليش؟ لأنه في عندنا في أوروبا نسبة للأسف كبيرة من الأشخاص اللي ضد التطعيم، وفي المدة الأخيرة صارت مظاهرات كبيرة في أوروبا وفي إيطاليا اللي شفنا سببت انتشار أزيد. نأخذ في عين الاعتبار إيطاليا، أزيد مدينة فيها إصابات مدينة تريستي، وهي أزيد مدينة بيصير فيها مظاهرات كل يوم سبت واحد. هذا من طرف. للأسف أوروبا فيها أغلب الإجراءات في المدة الأخيرة كان غلط. ليش؟ لأنه لها أهداف سياسية واقتصادية خصوصا للأحزاب اليمين، لأنه إذا بنشوف 95% من اللي بيعملوا مظاهرات أو الأحزاب اللي بتدعم المظاهرات هي أحزاب اليمين وليس أحزاب اليسار في هذا المجال. في نفس الوقت في فرق مهم. ليش؟ بنشوف في آخر 10 أيام تقريبا أزيد من ثلثين المصابين في العالم موجودين في أوروبا، وأزيد من نص اللي توفوا موجودين في أوروبا. هذا لسبب موجة الإنفلونزا، سبب الإجراءات الغير دقيقة من ناحية صحية، سبب متوسط عمر الأشخاص في أوروبا، عشان هيك اسمها القارة العجوزة، 45 سنة. في الدول الأفريقية والعربية متوسط عمر السكان 20 سنة. صحيح. عندنا هنا نسبة عالية من المسنين ومن المسنين مع أمراض مسنين. ليش؟ لأنه بنعرف كل ما العمر يزيد كل ما تزيد الأمراض المسنين، أمراض القلب والسكري والسرطان. طيب دكتور فؤاد، هذا فيما يتعلق بالعوامل، ماذا عن النقطة التي ذكرتها الخاصة بالتظاهرات التي امتدت حتى لدول عديدة؟ نتحدث عن النمسا، هولندا، بلجيكا، فرنسا، الدنمارك وكرواتيا، ضد إعادة فرض القيود على الحياة العامة. ماذا يريد المواطن الأوروبي؟ هل من بديل عندما نتحدث عن فرض القيود، هل من بديل لهذه النقطة؟ المظاهرة وإذا بتخدم من ناحية صحية أو أهداف إنسانية أو أهداف إنه المظاهرين بيقولوا إحنا، لأنه المظاهرين في نوعين، المظاهرين اللي بيعملوا مظاهرات ضد التطعيم وهي أحزاب قبل الوباء. في ألمانيا في حزب ضد التطعيم له 200 سنة زي النمسا وزي هولندا وبلجيكا وإيطاليا. الحزب الجديد هو حزب ضد جواز المرور الأخطر الإجباري. عشان هيك في ناس بتقول لك أنا بديش أعمل التطعيم وهذا إجباري، يعني من ناحية سياسية. للأسف فيش عندهم يعني أهداف اللي تقنع الناس ليش هم بيعملوا مظاهرات عشان إنه التطعيم غير مفيد أو التطعيم له أعراض جانبية. وتمت إضافة أيضا في النقطة الخاصة بجواز السفر الصحي، تمت إضافة الجرعة الثالثة في بعض الدول على هذا الجواز. طيب، وزير الصحة الألماني دكتور فؤاد صرح تصريح غاية في الخطورة، قال إنه بنهاية العام سيكون الكل إما تلقح أو تعافى أو مات. ما العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى هذا التصريح؟ هذا التصريح زي ما أخرى كثير من المرات في السابق منظمة الصحة العالمية أو بعض الدول، وإذا بوصلوا لهذا التصريح هو تصريح فشل سياسي، عشان هيك يعني بيهددوا الناس.
قبل ما تهدد الناس وتقول انه يا بتعملوا تطعيم يا بنتوفى الكل، لازم تعمل اجراءات سياسيه، اجراءات صحيه في وقتها وليس في شكل متاخر. 95% من الاجراءات اللي شفناها في المده الاخيره هي اجراءات متاخره، لازم كان نعملها قبل. مين اللي بيراقب المواصلات بين الدول الاوروبيه؟ مين بيراقب المواصلات بين الدول الغير اوروبيه والاوروبيه؟ مين اللي كان ضد ايطاليا لما قررت تعمل جواز المرور الاخضر اجباري؟ اغلب الدول الاوروبيه اليوم اللي بتدفع ثمن غالي كانت ضد ايطاليا في هذا القرار. اليوم هذا القرار اللي حسب رايي ناجح، ليش؟ لانه ايطاليا عندها احصائيات مع اسبانيا ومع البرتغال، نسبه التطعيم ازيد من 80%. ليش؟ لانه لما تيجي صحيح، بينما تبلغ في عدد اخر من دول اوروبا 68% فقط. شكرا جزيلا لك دكتور فؤاد عوده، حدثنا من روما رئيس الرابطه الطبيه الاوروبيه الشرق اوسطيه.